السلام عليكم ومرحبا فيكم في الحلقة الخامسة من تختيم لعبة Little Nightmares الجزء الأول. في الحلقة اللي راحت خلصنا اللعبة الأساسية وإن شاء الله في هذا الفيديو بنبدأ بالإضافة وبنلعب الشابتر الأول. إذا ما أنتم اشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. بسم الله لبداية اللعبة نبدأ بكابوس جديد. ولد قاعد يسبح. وتجي ايد من تحت تسحبه. صباح الخير. يلا معنا صوت الجانسر او الحارس ابو ايدين طويلة. شوف قاعد يطارد طفل او طفلة. مسكها. مسك الطفل او الطفلة. نفس اللي صار له 6 الى طارق 6. يعني في اكثر من طفل حاول انه يهرب مو بس 6. المشكله ان 6 ما كانت يعني محبوسه وياهم. ما ادري وين جت. يعني هذا كان محبوس وياهم. صورة سفينه. هذه الغرفه اللي احنا كنا جيناها ب 6. في علاقة تحت السرير. خلينا نكمل. هذا المكان. طبعا الاختلاف في الاضافة ان احنا بنروح عكس المسار اللي راحت فيه 6. وهذا في طفلة تحت متغبية. يعني احنا الحين بنرجع المكان بنرجع عكس اللي جت منه 6. اوبا. شوف الطفلة انحاشت عندها فلاش لايت. اي لا تستعجل. روب ران. طبعا انا ان شاء الله النت عندي بيتحسن واحتمال اني اسوي بث مباشر لحدث السمر جيم فاست يوم الجمعة ان شاء الله اذا الله كتب وتحسن النت عندي وقدرت اني اسوي بث. ناوي اني اسوي. انا كنت ناوي صراحة لو تعدل النت قبل حلقة الستيت اوف بلاي كان سويت لها بث بس ما تحسن. كنت بصور فيديو حق الحدث بس كان متأخر وكنت مرة تعبان فقررت اني اشاهده بس كده. اوكي هذه البنت قاعدة ننزل. لو تذكروا 6 جت من هنا واستخدمت هذا الحبال عشان تدخل هنا. فالحين احنا بننزل باستخدامه. فالحين هذه احداث الاضافة تكون قبل احداث اللعبة الاساسية. هذه كولكتبل. نفس النوم والدمية الموجودة في اللعبة الأساسية. طبعا له الإضافة مو طويلة بعد 3 شباتر. كل شابتر يمكن من 40 إلى ساعة على حسب سرعتك في اللعب. أنا أتوقع يمكن أخذ نص ساعة إلى 35 دقيقة. زي ما قلت لكم هذا المكان اللي جت منه 6 بس الحين احنا نستخدمه عشان نهرب من سجن الاطفال. احنا هذا الولد اسمه The Runaway Kid او الولد الهارب. والحين يكون الاختلاف 6 جت من هذا الباب بس احنا بننزل هنا بنروح الى الاعماق. هذا الشابتر اسمه The Depth او اعماق السفينة. نزلنا مرة بعيد. اوب على طول شوف انه في ماي. هذا هو الثيم حق اللعبة السباحة. كأننا نحتاج هذه الشنطة. طبعا انا تمنيت ان الجزء الثاني نزلوا له إضافة. أتوقعهم كانوا مخططين بس ما أدري ليش ألغوا هالشي.
أنا عجبتني في الجيش الثاني أجواء المدينة، كانت مرة ممتازة. طم الحين هذا شوف الفلاش لايت اللي كان مع البنت، وش صار في البنت ما ندري. هذا الله والله عن 6 6 عندها ولاعة، بس هذا عنده فلاش لايت، أحلى الفلاش لايت. الحين لو جينا هنا كانهم يلمحوا ان البنت تحولت الى هذه العلاقة، او ان العلاقة اكلتها، واحدة من الثنتين. خلينا ننحاش الحين احنا. اوف العلاقات سريعين على الماي. اهرب اهرب. اوب هذا الصوت ما يندرى هل هو صوت الوحش الموجود هنا او صوت الجانيتر، بس احنا نزلنا تحت واجد فما اتوقع صوت الجانيتر. هل الوحش بيطلع في هذا المكان لو مو هنا؟ فهالشابتر هذا كله سباحة بسباحة، هذا الثيم الاصلي الاساسي. وانا اذكره صراحة مو طويل وايد، هي لعبة ليتل نايت ميرز بشكل عام مرة قصيرة. اتمنى لو الجزء الثالث يكون اطول، بس انا توقعاتي حق الجزء الثالث منخفضة، ما برفع توقعاتي وش اسمه واندم. اوكي الوحش بيكون هنا الحين، احنا نستعد عشان نهرب. اذكر كأنه هنا. او شوف اوبا بسرعة 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 بسرعة. قوم 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 قوم. في شي في الماي، توقع سمكة. انا سمكة انا سمكة. لا مو سمكة. هذا نحتاج بوم يجي يلحقوني. يلا وراي. باي باي. نايس. هنا في صوت نوم. طبعا الشابتر الثاني في الإضافة بيكون كله كله عن النوم، يعني شابتر كان كامل عن النوم، عن النوم بشكل عام، وبنعرف سر النوم في هذا الشابتر الجاي. هذا اللغز لازم نركب نشغل هذا ونرفع مستوى الماي. اتوقع نسويه وننط قبل لا يروح. نركب هنا. نايس. طبعا في قارورة بس ما انا ملازم اخذ كل شيء في شو اسمه اللعبة، لأن هذا اوريدي لعبت اللعبة من قبل واخذت البلاتنم، او هي اخذت البلاتنم. اوكي الحين بيبدا المطاردة في اللعبة. اوف الحين بغينا نهرب من هذا الوحش اللي في الماي. الحين هذه الصعوبة هنا. بسرعة 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 بسرعة.
هذا وحش قاعد يبغى يغرقنا لسبب ما. كبر 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 كبر. رحت انصاد رحت انصاد بسرعة 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 بسرعة. شوف ايد يعني مو سمكة هذا الا في الماي. اوكي اذا بدينا ناخذ الاغراش او القارورات باخذهم يعني نزيد وقت اللعب. النط هنا الحين وان الوحش من جهة اليسار. بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي ممتاز. لا اوكي تسلق لي اخر شيء والنط. نرفع هذا الكيس اللي فيه المحتوى اللي فيه يعني كريبي. تشوف طالعة منه ايد طفل. اوكي بس 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 كني رفعت زيادة. انزل شوي بس. لا 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 اركب اركب. لا اوف النط في الدي ال سي شوي غبي. كيف ما يمديني امسكها؟ اركب 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 اركب. اوكي ايوه ايوه بس كده الحين بدينا نوصل. اوكي نط امسك هذا. واحد اثنين بوم. الحين يبغونا نرمي قطعة سمك عشان نلهي الوحش ونروح. كده يمدينا نهرب. اوه متى ما ده يجي وراي. ركب ممتاز. نزل هذا. اولا هوب. الحين احنا ما نوصل للمقبض الباب او الرواية فلازم نسوي هالحركة. اوب بوب 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 بوب. نايس. لازم الحين نخفض مستوى الماء عشان نمشي ونطلع من هالمكان. هذا هو بوم. مستوى الماء بينزل يطلع لك اثاث مربوط يعني في احد عايش هنا. شوف الساعة ساعتين خزانة كرسي طاولة. يبغونا نفتح هذا الباب مقفول. يبغونا نحصل مفتاح. وش الوحيد اللي يلفت الانتباه؟ هذه الجرة الموجودة فوق الطاولة. وش نسوي؟ ندفها عشان نكسرها. وبوم فيها مفتاح وفيها علاقة. الحين وش نسوي احنا؟ خلي العلاقة تجي من هنا. لا لا تدف المفتاح. تعال من هنا ناخذ المفتاح ونهرب. نفتح الباب. نايس. ونكمل المشوار. اوكي هنا في لغز. أنا في واير. وفي بما أن الواير يلمس الماي فيصير بكهرب. يبغون نخفض مستوى الماي. نرمي هذا. هل يمديني أضغط هذا؟ نضغط هذا وننزل مستوى الماي.
شوف الواير ما يلمس الماي فيصير مو كهرب. الان نحتاج ان نحط هالصندوقين من هنا عشان نستخدمهم ونعبر من هالمكان. واحد من هنا، ممتاز. ممكن اتحرك لو سمحتي يا لعبة؟ نجيب هذا من هنا كده، اتوقع ممتاز. اوكي الحين نروح نرجع نرفع مستوى الماي. بوم، نايس، اوف، نايس، ممتاز. هذه حفرة مرة كبيرة، يمكن هذا الوحش المكان اللي يتنقل منه. اوه هذا نشوف الوحش شكله بشري. اللي يتقرب من هنا. لا 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 والآن نسوي زي المرة اللي راحت، ناخذ قطعة السمك نرميها ونلهي الوحش. عين ننط ونروح من هنا. ممتاز. استخدم هذه اللمبة عشان هيلا. هوب 2 3 4. هوب. الحين نروح. اوكي هوب. سرعة 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 هرب. سرعة 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 سرعة. طبعا اللامت بيرجعوني من البداية. وهذا قارب معلق هنا، ما أدري ليش مكانه غريب. يلا 1 2 3. لا طحنا في، لازم كل مكان في اجسام مغلفه. مت انا. مت 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 مت. كيف كذا ركبت؟ يلا شوف الجلتش مره جلتشي. اوكي رجعوني من جديد صح؟ اوكي ممتاز. مو من جديد من جديد، انا لو من جديد من جديد باكسر اليد. مو انا بالغ، بس يعني بيكون مزعج لو رجعوني من جديد. مين ما يقدر يمسكني؟ ممتاز. طبعا هنا في سر، اتوقع هنا في سر صح؟ لا لا طيح. في سر هنا صح؟ اوكي. بوم 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 بوم. نايس. في غرشة. نايس. بس غرشة الواحدة اللي خليتها وما اخذتها. هذول اسهل. اوكي الحين هل نقدر نوصل؟ لا 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 لا. قوم 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 قوم. يلا ممتاز. يلا خلونا نكمل. اتوقعنا او اتوقع خلاص وصلنا لنهايه الشابتر. زي ما قلت قصير، انا حتى بالغت في طوله. هذا في لغز هنا، يبغونا نوصل لهذه الجهه. يمكن المفروض ان نطير في الماي.
اوكي كذا ما مت. يبغون هذا فيك في هناك لافر. يبغون نفتح هذا الباب. السالفة هي ان يبغون نستخدم هذا ونفتح الباب. بس هذا موجود في الجهة الثانية. هل نقدر ننزله من هنا؟ ما اقدر. اللي نطيحه هنا. ونطنا. يبغونا حين ننزل مستوى الماي للمرة الألف. ونحاول ان نرمي هذا على الشنطة اللي هو اللافر الدراع. وين راح اصلا هو؟ هذا هو هناك. وهذا كفاية. نحطها على الشنطة ونرفع مستوى الماء مرة ثانية عشان نمدينا نودي للجهة الثانية. نايس. خلينا نقرب الشنطة زيادة احتياطا. كده ممتاز. هذا أكثر شيء أقدر أقربه. نرجع نرفع مستوى الماء ونرمي من هنا. بوم. ناخذ هذا نرميه. لا اوكي. المحاولة الثانية. فروض هالمرة نوصل. بوم. قبل لا نستخدمه نرجع عشان نحط الشنطة في المكان المناسب. لا وقع هذا المكان مناسب عشان نقدر نستخدمها وننط للجانب الآخر. طع الماي. هذا عشان نفتح الباب. طبعا الحين نركض عشان نلحق على الباب. واحد اثنين ثلاثة. Let's go. نايس. بوم. 10/10. هل هذه بتكون المواجهة الأخيرة؟ أوكي لا هذه باقي مواجهة واحدة. أوه شفنا الوحش. هذه اسمها The Granny. عجوز بس بشرية بس ما أدري كيف تقدر تسبح. بسرعة 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 بسرعة. كب 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 كب. إلا هذه المواجهة الأخيرة. إيه هذه المواجهة الأخيرة. ابغى نروح من هنا. انا فكرت ان نروح من هنا. وعلى السالفه ما موت. زين ما مت. اوكي. الان الخطة هي بغونا نشغل الكهرب ونرمي التلفزيون في الماء عشان نكهرب هالوحش. كده بوم. هذا هو الوحش. الحين صرنا نشوفه. تتن تترن. ورفع رفعنا مستوى الماء بعد. اوكي جاء وقت اللي تموت فيه. من زمان تدمني. الحين بيحاول انه يطيحنا فاحنا نحتاج نطيحه نتعش نتغدى فيه قبل يتعشى فينا. يلا انقلع. تهرب. بوم. نايس. والله صراحة خلصت الشابتر اسرع من ما توقعت. وحين نهاية الشابتر شو اسمه المفاجأة.
هذه آخر عرشة ناخذها ما دام هي في طريقنا. طم يلا خلونا نخلص هالشابتر. طبعا وش بيصير الحين؟ يلا خلونا نستكشف ونشوف. هذا ركب بس ويش ايش اسمه؟ اوه الجانيتر مسكنا، كان مجهز لنا فخ. والان احنا وينه؟ المكان اللي انصادت فيه السكس، الولد اللي كان ينسحب كان احنا اللي في الاضافة. فالحين هذه اول مرة واخر مرة. اوكي اول مرة بس مو اخر مرة الولد وسكس يلتقوا. في مرة اخيرة بيلتقوا فيها. مرة صادمة. اوكي خلصنا الشابتر الاول من اضافة ليتل نايت ميرز الجزء الاول. اسرار الماء. اتمنى ان الفيديو عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامه.